أستاذة صفا، كيف كانت بدايتك وأنت سيدة ربما بدأت تشتغلين في التأمين؟ كيف كانت بدايتك وأسستي شركة والآن شركة أخرى؟ طبعا البداية كانت محض الصدفة، يعني مدخولي مجال التأمين ما كان مدروس أبدا. كنت متخرجة جديد عام 2007 وكنت أبحث عن وظيفة، شفت مجال اللي هي كان خدمة عملاء. كنت أول وظيفة اشتغلت فيها في شركة تأمين، كان الراتب اللي عارضينه 1500 ريال، يعني ما جيت والله قلت أنا خريجة جامعية اهتميت فدخلت في المجال هذا. أول ما بديت مجال التأمين، طبعا مجال التأمين كان في بدايته، فعلشان كذا يمكن قدرت أني أكون شيء جديد، أو حسيت أني أبدعت في شيء جديد مو موجود في السوق عندنا في البلد. بعدها اشتغلت، أخذت خبرتي، ومن الخبرة قدرت أني أكون شركات الآن عندي الحمد لله شركتين كلها في مجال التأمين. طيب، وأنت سيدة وإذا صحت العبارة رائدة أعمال، استطعتي أن تأسسين شركتين ما شاء الله تبارك الله، هل كان في معوقات؟ طبعا في معوقات. أول معوقات أن أنت تشتغل، البلد هنا لسه مو مهيئة بشكل كامل. كان طبعا، الآن لا، يختلف الوضع. يعني بداية شغلي مثلا، بداية تأسيس الشركة ما كان بالحجم اللي هو دعم المرأة أو السيدة زي ما هو موجود الآن، فكانت في صعوبة شوي في استخراج مثلاً، لأني أنا كنت أحب استخرج كل شيء بنفسي. يعني أنا ما كنت أعتمد مثلاً على معقب، كنت أطلع المؤسسة النقد بنفسي، أطلع وزارة العمل، أطلع وزارة التجارة، كنت يعني أحب أني أخلص شغلاتي بنفسي، ما كنت معتمدة على شخص. فهذا كان الشيء يمكن صعب شوي أنك تدخل مكان، تدخل أقسام رجالية، لأن مجال التأمين ما كان فيه كخدمات أنه مثلاً كأقسام السيدات، كان مضطرين تذهب لقسم الرجال. يمكن هذا كان أحد المعوقات، بس الآن الحمد لله، يعني الآن المجال جداً مفتوح للسيدات والدعم عالي جداً. طيب، أنت البزنس حقك في التأمين، كيف تشوفين ثقافة التأمين في المجتمع؟ يعني هل إحنا صار عندنا هذه الثقافة، أما زلنا زي ما أنت عارفة أنه أحياناً ربما لا نتفق مع كثير من أو في هذا البزنس، واللي يشكل ربما عائق بالنسبة لك؟ للأسف البلد عندنا لسه فيها، يعني نقدر نقول جهل بمفهوم التأمين نسبة معينة، وفي ناس لازال يعني مفهوم اللي هو التحريم مثلا التأمين، مع انه الاغلب مشايخة عندنا والهيئة العلمية، الهيئة التشريعية شرعت التأمين وشرعت لأكثر شركات التأمين، فهذا المفروض ان الموضوع منتهين منه. لكن نرجع الموضوع اللي هو الثقافة التأمينية، انا اعتقد هذه مسؤولية اي شخص يشتغل في التأمين، من شركات موظفي شركات التأمين، من مؤسسة النقد، من اي شخص يشتغل في مجال التأمين، اعتقد هذه واجباته انه يكون في توعية كاملة للتأمين ونشر ثقافة التأمين الصحيحة في البلد. أستاذة صفا، كيف ممكن قطاع التأمين يساعدنا في مزيد من التوظيف وتوطين ربما الوظائف خاصة في العنصر النسائي؟ وهل يعد يعني استثمار جيد أو مساحة جيدة إنه إحنا ممكن نتوجه لها؟ بالطبع، يعني مجال التأمين الآن مفتوح بشكل كبير. يعني أنا مثلاً في الشركات اللي عندي شركتين، تقدر تقول جميع الموظفات الموجودة عندي سعوديات. نسبة التوطين أو نسبة السعودة عندي تزيد عن 75% في الشركات عندي، فالحمد لله. أنا طبعاً أدعم جداً أي شخص سعودي مثلاً يدخل في مجال التأمين، أدعمه جداً جداً جداً. يعني أنا أول ما تجيني الموظفة أهيئها، أعطيها شهادات، أخليها تدرس التأمين، أشجعها على المجال هذا علشان تكون تحبه وتعيش فيه وتتعايش معه. فالحمد لله احنا قادرين يعني نوصل نسبة سعودة ممتازة، قادرين احنا كل فترة الثانية طبعا جالس يزيد عدد الموظفات، وزي ما قلت لك كلهم سعوديات 100% عندي بالنسبة للموظفات.
ممتاز، الله يعطيك العافية. كيف يعني خطتك المستقبلية؟ هل عندك خطة توسع مثلاً مجموعة شركات ثانية، أو عندك مثلاً نية إنه تفتحون مثلاً فروع دولية، توسعون شغلكم إقليمي ولا دولي؟ الآن الشركة اللي هي شركة وساطة التأمين اللي أسسناها أنا وشركاتي، طبعاً هي شركة برأس مال سيدات سعوديات، وهي تعتبر أول شركة في مجال التأمين بشكل عام يرأسها يعني أو رأس مالها سيدات أعمال سعوديات. فهذا يعتبر أعتقد إنجاز، وهذا أتوقع أنه كله بدعم من البلد اللي هو أعطانا الفرصة هذه أن احنا نشتغل وجالس يدعمنا. بخصوص التوسع إن شاء الله راح تكون في فروع، خطتنا يعني خطتنا الآن اللي هي التوسع في نطاق المملكة، يعني الآن أنا عندي فرع إقليمي في الرياض، وإن شاء الله راح تكون قريبا في فروع في التوسع في المنطقة. فكرة إنه التوسع الدولي، أنا طبعا مؤسسة كل النشاط التأمين بشكل عام أنت مربوط بمؤسسة النقد. أنا أقدر طبعا، هي ما تمنعني مؤسسة النقد إني أنا أفتح أي فرع دولي، لكن لازم تكون بموافقتها. طبعا اللي يمكن ما يعرفون الناس كثير بخصوص مؤسسة النقد ورقابتها على شركات الوساطة أو أي شركة في نطاق التأمين، أنت كشخص لا تستطيع أن تحصل على رخصة مزاولة المهنة إلا إذا كنت لك خبرة في المجال، ومو بشكل سهل. يعني أنا مو زي مثلا أي نشاط تجاري أروح مباشرة لوزارة التجارة وأطلع رخصة. يعني مؤسسة النقد تدرسك بشكل كامل مدة تقريبا سنة علشان قدرنا نحصل على الرخصة. تقصدين مثلا الملاءة، طريقة تفاصيل التعامل مو فقط مع الملاءة، تتكلم مثلا عن الخبرات الناس، كيف يعني إدارتك للشركة، كيف راح تكون، راح يعملوا معك مقابلة معك ومع الإدارات الفنية بشكل كامل للشركة بالرؤساء الأقسام راح يكون. فأي شخص راح يكون يشتغل في هذه الشركة لازم تكون عنده الخبرة، ولازم تكون عندك خطة أنك أنت تكون مختلف في السوق. أنت مو بس فقط، لأن الآن مثلا في وسطة كثير جالسين يشتغلون، أنا مو بس عندي رأس مال وبشغلة، إذا ما عندي خبرة مستحيل راح أقدر أكمل في السوق هذا، لأن في حجم المنافسة جدا كبير في سوق التأمين. الآن تتكلم عن وصلنا تقريبا 90 وسيط تأمين وأكثر من 85 وكالة تأمين، فالحجم المنافسة جدا كبير. لكن اللي راح إن شاء الله يميزنا مثلا في شركات اللي احنا نطمح له، إن احنا نقدم خدمة أفضل، إن احنا نتميز بالمصداقية مع العميل، وهذا أهم نقطة يحتاجها السوق، إن أنت تكون صادق معه فقط لغير. صفا طبعا أول شيء هي أختي التوأم، وهي أكبر قدوة بالنسبة لي. يعني دخلتني هذا المجال معها بكثر ما هي حماسها بالشغل، بكثر حماسها بدخولها للتأمين حببتنا فيه كلنا، حببت العائلة كاملة بالتأمين. فهي كانت الدعم لي لدخول هذا القطاع، ما شاء الله عليها مبدعة بأي مجال هي تدخل فيه. طبعا الأستاذة صفا من البداية هي كانت واضح عليها أنها إنسانة نشيطة وطموحة وتسعى إلى تطوير نفسها بنفسها. وأكثر ما لفت نظري إلها ببداية ما اشتغلنا سوا مع بعض في شركة واحدة سابقا، أنها كانت هايبر أكتيف، نشيطة جدا ما شاء الله عليها، وتبحث دائما عن التطور، تبحث عن الأفضل لنفسها. حتى لما اختارت اسم الشركة هذه الجديدة شركة الوساطة اختارت اسم الأفضل، ولأنها هي دائما تطمح إلى الأفضل. أنا أعتقد أن خلف كل نجاح أكيد في مو شخص واحد أو شخصين اللي يدعموني، أكثر من شخص. أكبر الداعمين لي طبعا الوالد الله يطول بعمره وزوجي، هذا بدعم يكفي دعم اللي هو المعنوي بشكل كبير. طبعا في برضو الدعم المعنوي ودعم الفني او الدعم العملي كان من مدير السابق الاستاذ عمر الحوراني، طبعا الان هو رئيس تنفيذي في شركتي الافضل وساطة التأمين، هو الان رئيس التنفيذي، فهو كان اكبر دعم لي بالنسبه للخبرات الفنيه اللي دعمني فيها ووصل لي اياها، هو اللي خلاني يمكن بشكل كبير اوصل لهذا المكان.